سلام البنات، اهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله بدا. اول حاجه كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. واليوم ان شاء الله جيت غنتقاسم معكم واحد الكيشه البنات. عندي البنات هنايا اربعه الكيسان ديال طحين العنبه. انا عبرتهم البنات بالميزان وعاود درتهم بالكاس. علاش؟ باش اللي ما عندوش الميزان البنات يعرف يخدمها. أربعة الكيسان ديال الطحين ديال العنبة، هي كتجي 375 غرام ديال الطحين. وعندي صفر بيضة، عندي واحد ستة المعلقات ديال الماء، يعني عطاوني ربيع كاس ما بارد. وعندي البنات الملح، وعندي هنا البنات 200 غرام ديال الزبدة، اللي درت 100 غرام زبدة البواط و 100 غرام زبدة حيوانية. دابا إن شاء الله البنات غادي نخدمو هادشي كاملين مع بعضياتنا. اللي عنده العجان كما كنقول دائما يخدم العجان، اللي ما عندوش يخدم يدياتو. كتجي كتخدم بكل باي طريقه كتخدم. ونتلاقاو باش نكملوا البنات. البنات في العجان غندير الطحين ديالي، غندير المليحة، غندير الزبدة. بقيت نقول ربعة الكيسان ديال الفورص مغربلين، 200 غرام ديال الزبدة، قريب ملعقة صغيرة ديال الملح، وصفر بيضه. غنخدموا كلشي البنات دقه وحده. كنخدموا البنات بهاد لافوي هادي. نبداو غير بشويه البنات. غنوريكم البنات ملي كترمل لينا علاش كيفاش كتولي. شوفوا البنات، حتى الا خدمناها بيدينا البنات كنبقاو ندخلوا لها الزبده، وديك الصفر البيضه حتى كتولي بحال هكذا. الا انتبهتوا البنات هي كلها ملبسه بديك الزبده وديك الصفر البيضه، مابقاش عندنا الطحين ولات كلها بحال بحال. دابا البنات غنزيدوا لها ديك الربيع كاس ديال الماء. انا عطيتكم ما عطيتكمش بالميزان، عطيتكم باش اللي ما عندوش الميزان يعرف يتحكم بها بيديه اولا يعبر بالكاس. بمعنى نزيدو هاد الربيع ديال الكاس ديال الماء البنات وكنخلطو عاود. وديك الربيع ديال الكاس ديال الماء كيبقى على حسب الطحينه البنات. دائما تنقول الا جيت شتوها باقا ناشفه كنزيدوها معلقه ولا جوج ديال الماء، كان كافي صافي راه كافي. ديما الماء على حسب النوعيه ديال الطحينه البنات. انتو البنات شوفوا ها هي تجمعات، نقرب لكم دابا البنات نجمعها، غنديرها في واحد البلاستيك غذائي، نديرها في الثلاجه مده واحد ساعه د المكانه عاد غنخدم بها البنات. الا لاحظتوا البنات شوفوا هي مزيانه، ديك ربيع كاس الماء اللي درت ليها كان كافيها. ونتلاقاو البنات منين بغاو نخدموها. نديرها دابا البنات، هيا العجينه ديالي غنديرها في بلاستيك غذائي، ندخل هاد الثلاجه واحد ساعه المكانه بين ما وجدت الفشوه ديالي. ونتلاقاو البنات ملي بغاو نقدموها. ها هي لاحظتوا هي واجده ما احلاها. عطيتكم مقادير البنات بالكاس مضبوطه باش تسهل نسهل عليكم الخدمه. البنات عندي في الحشوه ديال الكيش اللي غنصايبو ان شاء الله، عندي واحد جوج فليفلات صغار مقطعين، جوج خيزوات محكوكين، واحد البصيله مشلضه، عندي البنات ملحه، شويه ديال التحميره، شويه ديال ديك العطريه اللي مخلطه. كنعاود البنات كنقول شنو فيها على حسب البنات اللي اول مره غيشوفوا اللي يشوفوا لي فيديو ديالي. فيها البزار، خرقوم، عود، سكينجبير، زبور حبوب، وضويمات الزعفران محكوكين. هم كنخلطها البنات هي اللي كنبقى نخدم بها. عندي زيتون مقطع، عندي زيت بلديه البنات، وعندي البنات
اللي عنده الكفته كيدير الكفته ديال الدجاج ديال اللدان ديال اللحم اللي بغا. وانا دابا ما واجدينش عندي، عندي البنات هادي هذا سوريمي في الثلاجه، وعندي هاد الهوت دوغ البنات هما اللي غادي نعمر بهم الكيش ديالي ان شاء الله. دابا هادي الخطوه الاولى، وعندي مع البنات عندي كما كنقول لكم دائما هاد لي كاتر فرماج البنات راهم زوينين، كيديروا 14 درهم البنات. كتجيبي هاد الباكيه كتخمي بها جوج المرات. شوفوا البنات ها هما الخليط ديالها كي تيكون داير، ديما كنوريها لكم باش تشجعوا تشريها، راه زوينه كتنفع في البيتزا في لي كيش في بزاف د الحوايج البنات. ودابا البنات غادي نشحروا هاد ماشي نديروا الزويته بلديه البنات مع بعضياتنا، ونشعلوا البوطه، غنديروا المليحه البنات، ملح على حسب الذوق البنات، كنكثروش حيتاش عندنا الفرماج مالح. ونديروا العطريه ديالنا، ونديروا شويه ديال التحميره البنات، ما نكثروش بزاف البنات. صافي وغنبداو دابا البنات كنشحروا. صافي البنات تشحر حتى تنشف لينا، ما تبقاش فيها صافي حركوا حتى ما يبقاش فيها البنات الماء. ما كنعرفوا الماء كيطلق يطلق البصله الفليفله، الماء البصله كتطلق الماء الفليفله كتطلق الماء. مثل كنبقاو نشحروا حتى كتوقف تنشف، عاد غنزيدوا عليها البنات داك الزيتون. اما هذاك السوريمي والهوت دوغ البنات كنا عارفينهم طايبين، كنزيدهم غير من الفوق باش يتشربوا لينا من العطريه صافي. البنات انا من بعد عاود نتلاقى ونوريكم النتيجه النهائيه. البنات دابا بعد ما تشحرات لنا ونشفات لينا الخضيره ديالنا، غنزيد عليها البنات ديك الزيتون، غنزيد عليها البنات هذيك الهوت دوغ السوريمي اللي قطعنا. إلا لاحظتوا البنات حتى كندري نوريكم الباكية راه مكنديرهاش كاملة، هانتوما البنات هادو راه بقاو أنا ديما كنخدم بيهم مرة أخرى. دابا هادي البنات هي الفتوة، صافي دابا غنطفي عليها البنات البوطة، غنحرك شوية تنتجم ليا العناصر، نخليها تبرد على ما وزدات ما بردات ليا حتى لاباط ديالي، ونجبدها باش نعمرو. ونحنا كنعرفو الكيش فيه ثلاثة ديال المراحل، كاينة مرحلة العجينة، كاينه مرحله ديال العشوه، وكاينه المرحله ديال كتسمى لا كريم اكاش اللي غادي هي اللي غادي اللي كدار بالبيض والحليب والقشده، اولا لا كريم كريمه الطبخ كي كنقولوا ليها. دابا نوريها لكم البنات صافي. دابا هنا نخليها هذا يبرد ان شاء الله، ونتلاقاو ملي نبغيو البنات نكملوا الخدمه ديالنا. البنات بعد مرور ساعه هيا فين غنطيب مدهونه بالزبده مرشوشه بالطحين، ديك اللي عندها هذيك يتقلع. وعندي لاباط ديالي ها هي البنات جبتها من الثلاجه، وعندي البنات الطحين والمدلك. غادي نطلق العجينه ديالي البنات، البنات العجينه تكون رقيقه شويه ما تكونش غليظه باش ما تجيناش يجيناش الكيش ديالنا معجن بزاف. البنات دابا غادي العمليه اللي معروفه، غنلوي على المدلك، غنجيب البنات المول ديالي
وغادي نطلق هاد العجينه فوق منه. تابعوا البنات، غنحاول ندخل هادو هكا. غنجيب البنات واحد المقص ونقطع البنات ونخلي واحد المسافة برا بحال هكذا، غنوريكم علاش. هادو البنات كنعاودو نجمعوهم، نقدرو نخدمو بيهم دي كيش صغيورين. نغلفوهم بالبنات، كنتمنى يكون واضح. من بعد ما هبطت البنات هادشي اللي خارج كنعاود ندخلو لداخل وكنورك باش كتجينا الحاشيه ديال الكيش غليظه، باش ميتهرش لينا الكيش ملي نكونو كنعمروه. كنتمنىكم البنات يكون كيبان ليكم، كنتني وكنورك. كندخل لداخل داكشي اللي زايده البنات، كندخلو لداخل وكنعاود نتني عليه بحال هكذا وكنطلع. نتمنى تكون هاد الشيء اللي كنقول لكم البنات مفهوم، راه ماشي شي حاجه صعيبه. صافي وكنورك البنات بحال كنسودي باش كتولي عجينه وحده. وكنكونوا المولى البنات ديجا دايرينو ب لا لاحظتوا البنات شفتوا نيت لكم هذيك الحاشيه، ونعاود نسود بعد. البنات غنجيب واحد الفرشيطه وغنتقبل البنات الكيش ديالي. ناخذ البنات ديك الفرماج اللي عندي، غنديرو هو الاول البنات لتحت، كندير تفريشه ديال الفرماج البنات لتحت بحال هكذا. باش منين البنات هاد الفرماج كيدوب كيجي ليا بحال شي حاجه عازله، ما كيخليش الماء يهبط ليا العجينه يفزقها. بما ان المول عندي البنات كبير، هذا راه المول تبارك الله كبير، غندير ديك داك الفرماج ديالي كامل ديك الباكيه باش يلاه يجيني الكيش ديالي هو هذاك. كنتمنى البنات تكون الامور واضحه لكم. بالبنات غناخذ ديك الحشوه اللي طيبتها البنات اللي وجدت غنديرها من الفوق، راه ناشفه البنات ما فيهاش الماء. قادها البنات لاحظتوا البنات ها قاد بيدي تجيني مقاده نيشان. دابا البنات غنمشيو ندوزو نصايبو لاباغاي اكيش اللي كتدار بالحليب والبيض مليحه والابزار، واحد كريم فخاش ولا اللي عندكم. غنصايبها البنات ونعاودو نتلاقاو. البنات غنصايبو دابا لاباغاي اكيش، عندي هنا 6 د البيضات البنات، عندي ملحه ندير شويه الملح، وعندي الابزار، عندي البنات عندي نجيب الكراب ديال البنات هاد نضرب هاد
ندير البنات هاد الكريمه. شوفوها البنات قربها ليكم. غنزيد البنات جوج كيسان ديال الحليب، ها واحد ها جوج، غنخدم البنات هاد لاباغاي. البنات غنجيب الكيش ديالي ونخوي فيه هاد لاباغاي اكيش من الفوق كامل غير بشويه باش كتجي لخ. البنات انا درتها في الطاوه وشعلت الفران على 170 درجه وندخلها البنات طيب مده ديال على الاقل 50 دقيقه. شعلها غير تحت البنات بحال كنطيب الكيكه، من بعد عاد غنشعلها الفوق باش تحمر. وبعد الخطره البنات كتحمر ليا بلا ما نشعل الفوق. ما تشوفوا هاي الكيش ديالنا طاب، شوفوا تبارك الله كيش داير. انا دابا غنطفي عليها البنات، منين يبرد نقطعوه ونوريكم النتيجه النهائيه. البنات شوفوا الكيش ديالنا كيجا، شوفوا لاباط ديالو. البنات غنحيد واحد الطريف نشوفوه بجميع مع بعضياتنا. البنات شوفوا كي جا عامر البنات، شوفوا ما احلاه. شوفوا البنات لاباط ديالو كي جات. شوفوا البنات، كنتمنى البنات يكون هادشي واضح ليكم ويعجبكم ونشهيكم وتجربوا وبالصحه والراحه البنات. انا خليت البنات تبرد عاد بي وريتكم باش تكون النتيجه النهائيه. وبالصحه والراحه البنات، كيف كنقول دائما الا عجبكم حاولوا تجربوا وديروا لي لايك وشجعوني ومرة أخرى بالصحة والراحة. نعم شوفوا الكيش ديالنا كيجا. الكيش ديالنا كيجا تبارك الله.